أهلا وسهلا بكم في حلقة النقاش الجديدة التي نقدمها بالتعاون مع مؤسسة كروس ريف. حلقة النقاش اليوم إن شاء الله هنتكلم فيها عن خدمة كروس مارك. إن شاء الله هنبدأ في خلال دقيقة أو اثنين على الأكثر، فإن شاء الله انتظرونا وهنبدأ في خلال دقائق. أهلا وسهلا بكم في حلقة النقاش المقدمة من مؤسسة كروس ريف بالتعاون مع نوليدج اي. أما اسمي محمد مصطفى، نوليدج اي بابلشنج اديتور وكروس ريف امباسادور أو سفير مؤسسة كروس ريف في منطقة الشرق الأوسط. وبتنضم إلينا من المملكة المتحدة فانيسا، كوميونيتي أوت ريتش مانجر في كروس ريف، وبول دافيس تكنيكال سبورت سبيشالست في مؤسسة كروس ريف من فريق الدعم الفني. بإذن الله اليوم هنتكلم بالتفصيل وبشرح مفصل عن خدمة كروس مارك التي تقدمها المؤسسة. لو في أي حد عنده أي أسئلة أو استفسارات ياريت تكتبوها في الشات بوكس أو في الـ Q&A بوكس. ممكن تكتب أي استفسارات خاصة بيك، ممكن تكتبها باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية، وإن شاء الله الفريق الخاص بالمؤسسة هيتواصل، وأنا إن شاء الله بعد المقدمة اللي هتستمر لمدة 20 دقيقة هيكون عندنا 10 دقائق مخصصة للـ Q&A، أي استفسارات أي أسئلة إن شاء الله هنرد عليها. فبإذن الله ممكن نبدأ دلوقتي. في البداية هنتكلم عن أول نقطة معانا، ليه موضوع الخاص بكروس مارك أو تحديث المحتوى ده شيء مهم. أول نقطة معانا إن القراء لازم يكون عندهم الثقة في الأبحاث المنشورة التي بيطلعوا عليها، يعني بناء الثقة مع الناشر أو رئيس تحرير الدورية أو دورية معينة ده شيء مهم جدا في سياق الأبحاث أو النشر العلمي. النقطة الثانية اللي بنتكلم عليها إن الناشر أو صاحب الدورية هو الذي يمتلك سلطة تحديث هذا المحتوى، سواء هذا المحتوى كان مقال أو بوك شابتر أو أي شيء علمي منشور، فهذا بيكون تحت سلطة الناشر. الحاجة برضو اللي احنا بنأكد عليها إن مش حاجة سيئة أو حاجة سلبية أن أنت كناشر أو كرئيس تحرير دورية معينة أن تقوم بتحديث المحتوى الذي تم نشره، لأن ده بيحافظ على السجل العلمي دايما يكون محدث وأب تو ديت، وهذا أيضا أحد الأدوار التي منوط بها القيام بها من قبل الناشرين الأكاديميين. ما هي المشكلة اللي بتحاول خدمة كروس مارك إنها تحلها؟ إن إحنا نظهر التحديثات للمحتوى أو المقالات العلمية التي تم نشرها. فقبل وجود خدمة كروس مارك كان عملية التحديث الخاصة بالبيانات بتتم بطرق مختلفة. معانا صورة من أحد الناشرين كان بيتم مثلا في النسخة الخاصة، نسخة الـ HTML الخاصة بالبحث، بيتم إضافة هذا الشق ويتم الحديث عن أن هناك كوركشن أو تحديث حصل لهذه المقالة. في أيضا ناشرين آخرين قبل ظهور خدمة كروس مارك كان بيقوم بعمل إضافة نوت أو ملاحظة مرفقة مع البحث الأصلي بيطلع بها القراء لهذه الدورية إن هناك تحديث حدث لهذه المقالة. طبعا من الجيد بل من المفيد جدا إن أنت كقارئ دايما تكون مطلع على آخر التحديثات بشكل منتظم لمقالة معينة. طبعا أيضا من المهم إن هذه المقالة تكون محدثة عن طريق نسخة البي دي اف أو الـ HTML أيضا. فمن هنا بتيجي خدمة كروس مارك. خدمة كروس مارك باختصار شديد جدا هي عبارة عن زر يتم إضافة هذا الزر في نسخة الـ PDF الخاصة بالبحث ونسخة الـ HTML الخاصة بالبحث، وعند الضغط على هذا الزر بتظهر نافذة فيها بعض المعلومات المهمة عن هذا البحث. أهم هذه المعلومات إذا كانت هذه آخر وأحدث نسخة محدثة من هذا البحث أم لا، أو من هذا المحتوى المنشور أم لا. فده باختصار شديد جدا هي عبارة عن زر يتم إرفاقه في نسخة الـ PDF أو نسخة الـ HTML الخاصة بالبحث المنشور، وعند الضغط على هذا الزر بقى أستطيع أنا كقارئ أعرف أو أحدد إذا كانت هذه هي النسخة الأخيرة أو لا. ده طبعا الدور اللي بيقوم به الناشر بإيداع كل المعلومات اللي بتظهر في هذه النافذة الصغيرة، وهنشوف ده بالتفصيل في
في السلايدز القادمة. طريقة رائعة طبعا لإظهار معلومات إضافية أو محدثة للمستخدمين أو القراء حول المحتوى الذي يشاهدونه، حتى يمكنهم بناء الثقة اللي كنا بنتكلم عليها في البداية. طبعا المعلومات الخاصة بتحديث المقالة بتظل موجودة بعيدا حتى عن موقع الناشر، لأن لما بقوم بتحميل بي دي اف خاص بمقالة معينة من موقع الناشر وهذا الزر متاح في البي دي اف، يبقى أنا غير موجود على موقع الناشر، أنا على الكمبيوتر الخاص بي متصل بالإنترنت، أقدر أضغط على هذا الزر داخل نسخة البي دي اف الخاصة بهذا البحث وأقدر أتمكن من معرفة إذا كان هذا البحث محدث أم لا. طبعا هذه الخدمة بتتعاون بشكل مباشر مع كروس ريف اي بي اي، بيكون في اتصال بشكل مباشر مع هذه المعرفات اللي بتوفرها كروس ريف. ده مثال لهذا الزر موجود في نسخة ال HTML لأحد الناشرين، نقدر نشوفه موجود بهذا الشكل هنا الـ Article Title أو عنوان المقالة البحثية، ودايما بيكون الكروس مارك بوتون أو الزر الخاص بكروس مارك موجود بالقرب من المقالة، وهنشوف دلوقتي الـ Best Practices بالتفصيل. عند الضغط على هذا البوتون بتظهر هذه النافذة، هذه النافذة الصغيرة المرتبطة بكروس مارك بتبين لي إذا كانت هذه آخر نسخة أم لا. في حالة ظهور هذا اللون الأخضر مع علامة التشيك الصح فمعناها ان دوكيومنت از كارنت، معناها ان هذه هي اخر نسخه من هذا البحث، ان لم يتم اصدار اي تعديلات جوهريه على هذا البحث، فالنسخه التي اقوم بقراءتها حاليا هي اخر نسخه محسنه او تم نشرها من هذا البحث. طبعا ده مثال اخر في البي دي اف تشيك فور ابديتس او هذا الزر الخاص بكروس مارك، يمكن ايضا اضافته للبي دي اف في احد المقالات المنشوره من قبل شركتنا. ايضا مثال اخر لهذا الكروس مارك بوتون او الزر الخاص بكروس مارك تم ايداعه في الملف البي دي اف الخاص بهذا الناشر او الاتش تي ام ال، يمكن اضافته الى الاثنين. هذا مثال في حاله الضغط على زر كروس مارك وتظهر النافذه الخاصه بان هناك تحديثات مرتبطه بهذه المقاله، يبقى انا ضغطت، فبالتالي اول ما ضغطت ظهرت لي النافذه اللي بتخبرني ان هناك تحديث تم لهذه المقالة، واضغط على هذا المعرف الديجيتال اوبجكت ايدنتيفاير او الدي او اي حتى تذهب الى النسخة المعدلة او النسخة النهائية من هذا البحث. تمام، في ايضا مثال اخر لهذا الكروس مارك الزر الخاص بي في احد الدوريات، فموجود يمكن اضافته لاي صفحة اتش تي ام ال مرتبطة بالناشر او يمكن اضافته ايضا لملفات البي دي اف. طبعا هذه النافذة أيضا لنسخة كروس مارك في حالة صدور تراجع من الناشر أو سحب ناشر لبحث معين مثلا، فبيظهر لي هذه النافذة الحمراء، ده طبعا مختلفة تماما عن النافذة اللي لونها أخضر اللي كانت بتقول document is current، فهنا بتظهر لا إن هذه النسخة التي أقوم بقراءتها حاليا من هذا البحث هي ليست النسخة الأخيرة، حصل تراجع عن هذا البحث من قبل الناشر لقراءة النسخة الأخيرة اضغط هنا. فدي أهمية، ده باختصار شديد دي أهمية كروس مارك. ففي الحالة الشق الثاني اللي احنا محتاجين نتطرق فيه اليوم، ما هي التغييرات الجوهرية أو تحديث الحالة التي تدفعني أنا كناشر أو كرئيس تحرير لدورية معينة إن أنا أقوم بتحديث البيانات كروس مارك الخاصة بي؟ احنا بنعتبر أي تغيير كبير بما يكفي للاعتماد على البحث المنشور أو أي ميجور تشينج أو أي تغيير جوهري كبير حصل في الأبحاث المنشورة، ففي الحالة دي أنت محتاج كناشر أو كرئيس تحرير لدورية معينة أنت تقوم بتحديث هذه البيانات الوصفية وتقوم بإيداعها في كروس ريف في كروس ريف داتابيز، بحيث أن أنت كقارئ أنا كقارئ بعد كده يقدر يظهر لي أن تم التحديث. إيه أنواع التحديثات المسموح بها إلى الآن؟ في مجموعة مختلفة أنا تركت اسمها كمان باللغة الإنجليزية لأن من المهم أيضا إرفاق الأسماء، لأن معظمنا بنتعامل ونشوف مع ببلشر بنشوف هذه المسميات باللغة الإنجليزية. وطبعا مثال ليها أي إضافة جديدة، أي تصحيح correction على سبيل المثال، أي expression of concern، أنا كناشر نشرت مقالة وبعد كده حصل جدل كبير على هذه المقالة، فأنا كناشر شايف إن دوري أنشر expression of concern، من حقي وفي الحالة دي أقوم بعمل تحديث لبيانات كروس مارك الخاصة بهذه المقالة.
اي ريتراكشن، ودي احد الاسباب المهمه جدا، موضوع الخاص بالريتراكشن. والريتراكشن بيكون لاسباب مختلفه، منها مثلا على سبيل المثال اي مشاكل اخلاقيه تم اكتشافها من قبل، او اي تلاعب اخلاقي مثلا حصل في الابحاث المنشوره مثلا، في اي تلاعب في الصور حدث، اي تلاعب في البيانات الخاصه بالريزلت او الديتا الخاصه بالريزلت. فالريتراكشن بيقوم الناشرين باصداره من فتره الى اخرى في حاله ثبوت اي مشاكل مع الابحاث، فده بيكون ايضا احد الاسباب اللي انا ممكن استخدم او التحديثات المسموح باجراء كروس مارك ليها. طيب ما هي افضل الممارسات اللي انا ممكن كناشر او كرئيس تحرير اقوم بتتبعها عند استخدامي لخدمه كروس مارك؟ اول حاجه ايداع شامل او كامل لكل البيانات الوصفيه او ميتا ديتا. طبعا اللي متابعينا من الحلقات النقاش الماضيه دايما احنا بنتكلم على اهميه القصوى، ان انا كناشر او كرئيس تحرير ومشترك في مؤسسه كروس ريف وبقوم بايداع البيانات الوصفيه الكامله بكل ابحاثي. البيانات الوصفيه دي بتشمل اوثر نيم، بتشمل الافيليشن الخاصه بالاوثر، بتشمل الاوركيد اي ديز او معرفات اوركيد الخاصه بالاوثر، بتشمل معلومات عن البير ريفيو، هنشوف بالتفاصيل. بس من افضل الممارسات او البيست براكتسز الخاصه بخدمه كروس مارك ان انا اقوم بايداع شامل للبيانات الوصفيه المرتبطه بهذه المقاله، ايضا العرض المناسب لزر كروس مارك. وطبعا مؤسسه كروس ريف بتنصح دائما ان زر كروس مارك يتم الحاقه بالقرب من عنوان المقالة أو الارتكل تايتل. أيضا الإيداع في الوقت المناسب لتحديثات النشر، يعني بمعنى أنا قمت بتحديث البي دي اف والاتش تي ام ال وقمت بإصدار نسخة أخرى من هذا البحث في الوقت الفوري، على يعني على الفور المطلوب مني كناشر أو كرئيس تحرير أقوم بإيداع هذه البيانات الخاصه في ملف كروس مارك. طيب خلاص انا مهتم، انا حاليا عضو في مؤسسه كروس ريف ومحتاج ابدا استخدم كروس مارك، ما هي الخطوات المطلوب مني اتباعها كعضو في المؤسسه لبدايه تفعيل او تشغيل خدمه كروس مارك للمقالات او الابحاث التي اقوم بنشرها؟ اول نقطه مهمه جدا ان انت عمليه التسجيل او الساين اب، ممكن ترسل ايميل لكروس مارك اندرسكور انفو ات كروس ريف دوت اورج، كروس مارك اندرسكور انفو ات كروس ريف دوت اورج. ده الايميل اللي ممكن بتعبر فيه كعضو في المؤسسه ان انت مهتم بالانضمام والحصول على خدمات كروس مارك. الخدمات الخاصه بكروس مارك كانت فيها فيز، بس ده قبل 2019، ولكن بداية من 2020 هذه الخدمة أصبحت مجانية free of charge. بداية من 20 يناير 2020 أي عضو في مؤسسة كروس ريف يقدر يستخدم كروس مارك free of charge. وطبعا هنا في رابطين هيتم مشاركة السلايدز بعد الويبينار، دي روابط مهمة جدا تقدر من خلالها تطلع على مزيد من المعلومات عن الخدمة. يبقى أول حاجة بسجل في الخدمة عن طريق أن أنا أرسل إيميل، تاني حاجة بقوم بإنشاء صفحة كروس مارك خاصة بي بسياسة كروس مارك. طبعا أي بابلشر أو أي رئيس تحرير لدورية بيكون عارف إن في سياسة لازم تكون متسقة مع أخلاقيات النشر العلمي في كيفية سحب المحتوى، كيفية تعديل المحتوى بعد نشره. كل هذه الخطوات ليها وصفات معينة أو طرق معينة لكيفية القيام بهذه الخطوات من الناحية الخاصة بالشق العلمي أو شق أخلاقيات النشر العلمي. فحضرتك بتقوم على الموقع الخاص بيك بعمل صفحة بتسميها كروس مارك بوليسي أو سياسة كروس مارك، بتقوم فيها بشرح موجز لكروس مارك، ممكن تضيف فيها ديسكريبشن عن أو شرح للكروس مارك، بتحط تضيف فيها روابط لسياسات التصحيح أو الكوريكشن، انت كناشر امتى بتقوم بعمليه تصحيح او تراجع، ومطلوب منك ان انت تاساين او تقوم بايداع معرف رقمي او ديجيتال اوبجكت ايدنتيفاير دي او اي لهذه الصفحه كانها مقاله، بتعتبرها كانها مقاله، وتقوم بانشاء الصفحه وتقوم باضافه هذه المعلومات، وفي النهايه تقوم بايداع معرف رقمي لهذه الصفحه لانها هنحتاجه بعد كده، وتقوم بايداع هذا المعرف في بيانات كروس ريف لانه مهم جدا، لان المعرف الرقمي الخاص بسياسة كروس مارك الخاصة بيك الموجودة على الموقع الدورية بيك أو موقع الناشر ده مهم جدا، ودايما هنحتاجه في المستوى اللي هيجي. ده مثال مثلا لكروس مارك بوليسي، صفحة بسيطة فيها تو باراجرافس مثلا أو ثلاث قطع بتتكلم فيها أول حاجة عن ما هي كروس مارك، وبعد كده أمثلة لسياساتك كناشر، ودايما بتكون موجودة في
النافذة اللي بتفتح الخاصة بكروس مارك، تمام؟ فالخطوة رقم ثلاثة إن أنت بتقوم بإيداع البيانات الوصفية الخاصة بكروس مارك، زي البيانات الوصفية اللي بقوم إيداعها في خدمة التسجيل أو عمليات التسجيل للديو آيز، هناك أيضا بيانات وصفية خاصة بخدمة كروس مارك، معرف رقمي للمحتوى الذي سيتم إضافة كروس مارك ليه، يبقى ديجيتال اوبجكت ايدنتيفاير، معرف رقمي للمحتوى الجديد اللي هينضاف، الدي او اي ايضا الخاص بكروس مارك بوليسي اللي احنا كنا بنتكلم عليها في السلايد الماضيه، وايضا معرف رقمي للمحتوى الذي يتم تحديثه في هذا الايداع. يبقى بتقوم بايداع البيانات الوصفيه الخاصه بكروس مارك، الاخوه في الدعم الفني في المؤسسه الخاصه بيك، في الجامعه الخاصه بيك او في الدوريه الخاصه بيك، اكيد عارفين هذا الشق الخاص بالبيانات الوصفيه وكيفيه ايداعها. نيجي للشق الخاص بالزر نفسه، الستيب رقم 4، الزر الخاص بكروس مارك بيتم إضافة هذه التاجز في ال HTML version الخاصة بموقع الناشر أو موقع الدورية. هذه التاجة يتم إضافتها من قبل فريق الدعم الفني الخاص بيك، بيقوم بإضافتها، ويتم أيضا إضافة هذا الشق في PDF. هذه التاجات بتساعد دايما باستمرار إن أضغط تظهر لي هذه النافذة وتخبرني إذا كانت هذه آخر نسخة من هذا البحث أم هناك نسخة أحدث تم نشرها. فده شق فني بامتياز، فريق الدعم الفني في الجامعة أو في الدورية بيكون على دراية بكيفية إضافة هذه التاكس. النقطة الخامسة اللي احنا بنقوم بها هي قم بإضافة زر كروس مارك إلى محتواك، يعني خلاص اوريدي قمت بإضافة التاكس إلى البي دي اف والاتش تي ام ال، فقم بإضافة هذا الزر في هذا، ده شكله في البي دي اف وده شكله أيضا في الاتش تي ام ال. طبعا بالنسبة لأشكال كروس مارك، هذه الست أشكال المعتمدة من قبل المؤسسة، لك مطلق الحرية على الإطلاق إن أنت تستخدم مثلا الشكل الأفقي ده بالألوان، من غير ألوان، ممكن تستخدم هذا الشكل المستطيل، لك مطلق الحرية في اختيار أي شكل، كل الأشكال موجودة على موقع المؤسسة، وتقوم بتحميل الشكل الذي يتناسب مع ملفات البي دي اف وملفات ال HTML الخاصة بك. من الممكن أن تستخدم هذا في البي دي اف وهذا الشكل الأفقي مثلا في ال HTML، لا يوجد أي حرج على الإطلاق. للناشر أو للعضو في المؤسسة الحرية في اختيار أي شكل من هذه الأشكال المختلفة. الخطوة رقم 6، قم بإيداع البيانات الوصفية الإضافية الخاصة بهذه المقالة اللي احنا كنا بنتكلم عليها، زي بيانات التمويل، لو في أي funding information، لو في أي license information copyright اللي انت بتستخدمها، لو في أي معرفات orchid IDs بتقوم بإيداعها، لو في أي أرقام للتجارب السريرية، لو هي أبحاث طبية، أي بيانات وصفية أخرى مخصصة زي تاريخ نشر المقالة، لو في أي similarity check حصل إلى آخره من بقية البيانات الوصفية. هنا برضو هنأكد على نقطة سريعة جدا، إن إيداع البيانات الوصفية بشكل كامل ده شيء بيميزك كناشر، وبيساعد أيضا على انتشار محتواك، سواء أنت كنت ناشر لدورية واحدة أو كنت جامعة بتمتلك مجموعة من الدوريات. هذا شكل لنافذة كروس مارك عند الضغط عليها وعند الضغط على الزر الخاص بمعلومات أخرى. ففي حالة إيداع البيانات الوصفية المكتملة بتظهر كل هذه التفاصيل. بعض الناشرين ممكن بس يرفع الكابي رايت انفورميشن، تضغط مور انفورميشن يظهر لك بس سطر واحد. فهذه البيانات تظهر على حسب كمية البيانات الوصفية أو الميتا ديتا التي تقوم بإيداعها في موقع المؤسسة. باختصار سريعا عشان الوقت بدأ يلاحقنا، الوضع الحالي لهذه الخدمة، يبقى احنا بنتكلمنا عن 6 خطوات فقط يمكن من خلالهم اشتراكك وبداية استخدام خدمة كروس مارك. الوضع الحالي للخدمة، عندنا أكثر من 950 ناشر حول العالم يقوموا باستخدام هذه الخدمة، خدمة كروس مارك. يوجد حوالي أكثر من 12 مليون معرف رقمي، حوالي 1% فقط من هذا المحتوى تم تحديثه، لذلك من المهم استخدام هذه المجلة. حوالي 4000 ريتراكشنز أو تراجعات حدثت، يعني 4000 مقالة بتستخدم كروس مارك، عند الضغط عليها يظهر لي أن هذه المقالة غير محدثة، اضغط على هذا المعرف الإلكتروني أو معرف الديجيتال الدو آي للذهاب إلى النسخة الأخيرة. فده شيء مهم جدا وبيبين أهمية استخدام كروس مارك. طبعا الفوائد الخاصة بهذه الخدمة، إن هي بتتيح للقراء معرفة أنهم يمكنهم الوثوق أو التراست اللي احنا بنتكلم عليها الخاصة بالمحتوى. طبعا ملائمة إن دايما أكون على اطلاع
بأحدث النسخ الخاصة من الأبحاث المنشورة، سواء ده من خلال البي دي اف أو ال HTML عن طريق ضغطة زر. مش محتاج أعمل أي حاجة وأعمل أي بحث، لو في أي نسخة وضغطت على الزر ظهرت لي إن هناك نسخة معدلة من هذه المقالة، بضغط أروح للنسخة المعدلة تماما. من الأسهل أيضا للباحثين في الاستشهاد بأحدث النسخ، فدايما أنا كقارئ أو كباحث بطلع على الأبحاث باستمرار، أكون دايما مطلع على آخر النسخ المنشورة من هذه الأبحاث. وطبعا بالنسبة لي كرئيس تحرير أو كناشر في جامعة مثلا، مزيد من نشر البيانات الوصفية الخاصة بدورياتي بيساعد أيضا في نشر المحتوى الخاص بي أو الخاص بدورياتي. وطبعا هذا الزر مجاني لكل الباحثين، يقدروا يضغطوا عليه ويحصلوا على المحتوى بكل سهولة وبدون أي تكلفة على الإطلاق. أيضا أحد الأشياء المهمة إن إتاحة هذه المعلومات للاستخدام، وده موضوع مهم جدا، هو موضوع الريوز في الصناعة الخاصة بالنشر والأبحاث العلمية. طبعا من المهم جدا إعادة الاستخدام، وبنشوف الناس متخصصين بيقوموا بعمل أبحاث على كم عدد الريتراكشنز اللي حصلت، كم عدد الكوركشنز اللي حصلت، ويقدروا يدرسوا ويقيموا الإخوة بتوع علم البيانات بيدرسوا هذه المعلومات ويحللوها، وده شيء مهم جدا. فإيداع البيانات الوصفية بشكل كامل، الاشتراك في خدمة كروس مارك كناشر أو كرئيس تحرير لدورية بيساعد في هذا الشيء أيضا. للمزيد من المساعدة والدعم الفني، بننصحكم بالتواصل مع الفريق الدعم الفني الخاص بالمؤسسة، ومعنا الأخ بول النهاردة هو أحد الموجودين معنا في الويبينار، في مجموعة من المواضيع الكبيرة جدا أو مفصلة، شرح مفصل لفريق الدعم الفني، ممكن حضرتك تشارك الرابط ده معاهم support.crossref.org، ده رابط الدعم الفني الخاص بكروسريف، عليه كل البيانات وكل المعلومات بشكل مفصل عن كل الخدمات تقدروا تطلعوا عليها. في أيضا community.crossref.org، هذه الخاصة بمنصة تبادل الأفكار لكل الأعضاء الخاصين بكروسريف، أو هي منصة المجتمع لكروسريف، لو ممكن لو أنت عضو جديد تدخل وتعمل أكاونت وتشترك وتبدأ تطرح سؤالك في نيو كروسريف ممبر، شق خاص بالأعضاء الجدد، لو أنت عندك أي استفسار ممكن تدخل تكتب هذا الاستفسار أيضا. ففي النهاية بحب أشكر حضراتكم، شكرا جزيلا على وقتكم، أنا آسف تعديت الوقت بدقيقتين، المفروض كنت أخلص في 20 دقيقة. دي دايما المنصات الخاصة بالمؤسسة تقدروا من خلالها تطلعوا على كل التحديثات الجديدة من خلال هذه، وأيضا في الرابط الخاص بالبلوج تقدروا تدخلوا عليه وتقروا آخر أخبار المؤسسة. لو في أي حد عنده استفسار ممكن نطلع على الأسئلة حاليا تحت أمركم، ممكن تكتبوا السؤال في التشات بوكس الخاص بي ونقدر نرد عليه في أقرب وقت حاليا إن شاء الله. معنا حوالي 10 دقائق للأسئلة، ممكن نرد فيهم على الأسئلة حاليا. Thank you, Mohammed. We have a couple of questions that were about whether the slides and the recording and an attendance certificate will be sent. If you could please tell people that we will send the recording and the slides via email, and if anybody needs an attendance certificate to email me directly and I can do that. Okay, I will email in the chat. Okay, so بالنسبة للإخوة اللي كانوا بيسألوا هل هيتم إرسال تسجيل من هذا حلقة النقاش، بإذن الله الأخت فانيسا هتقوم بإرسال النسخة المسجلة من هذا من حلقة النقاش، بالإضافة أيضا إلى السلايدز، إلى الإيميل الإلكتروني الذي قمت بالتسجيل من خلاله، وأيضا هيتم إرسال سيرتيفيكتس أو شهادات خاصة. أي حد مهتم إن هو يحصل على سيرتيفيكت ممكن في الإيميل الخاص بالسلايدز يقوم بعملية رد على فانيسا ويطلب إن هو يحصل على سيرتيفيكت، وهي بإذن الله هتوصل له أو هتوفر له سيرتيفيكت خاصة بحضور هذا الويبينار. لو في أي حد عنده استفسار آخر يا ريت يكتبه في التشات بوكس. شكرا دكتور عمر، شكرا دكتور عمر. لا أستاذ محمد بيسأل إذا كان في أي فيز، ما فيش أي فيز هتكون موجودة بالكروس مارك لأنها أصبحت مجانية لو أنت أوريدي عضو في مؤسسة كروس ريف. طبعا هذا الإيميل الأخت فانيسا كتبت الإيميل الخاص بيها في التشات بوكس، فأي إيميل الإيميل الموجود الخاص بيها تقدروا تتواصلوا معاها بخصوص السيرتيفيكتس.
لو أي حد محتاج يعرف أي معلومات عن تسجيل الـ DOIs أو تسجيل المعرفات الإلكترونية، إحنا already عملنا previous webinars عن إزاي نقدر نسجل المحتوى، وشرحنا فيه الموضوع ده بالتفصيل، فممكن حضراتكم ترجعوا لهذه التسجيلات. شكرا دكتورة فدوى، شكرا جزيلا. شكرا دكتور سعد. طبعا سيد عمار، حضرتك بتسأل هل هناك صيغة معينة تساعد الناشر في كتابات سياسات كروس ريف؟ يعني أنا بنصح حضرتك تطلع على مواقع الناشرين الآخرين، بالذات الناشرين اللي بينشروا باللغة الإنجليزية، هم عندهم بعض الأمثلة، أو حضرتك تطلع وتشوف إيه الأمثلة اللي هم عاملينها لسياسات كروس مارك الخاصة بيهم. أنا كمان هسأل دلوقتي الأخت فانيسا إذا كان عندهم على الويب سايت. فانيسا، I just have a quick question. So do you have at CrossRef website and examples for cross-mark policies? I think Paul was answering this question, so he might be able to jump in here. Paul, did you have an answer for that? We do have an example of a, not so much of the cross-mark policy page, but we do have an example XML to create one. I didn't know whether that's, is it examples of a policy page? Could probably try and find one. Okay. There is an example sort of introductory text, which you can find. I've posted a link in one of the answers. I'll put it in the main chat area. And hopefully that should be okay. Okay, thanks Paul. سو الأخ بول بيقول إن هو في عندهم لينك يعني بيكون فيه معلومات مبسطة لهذه السياسة، بنصح حضرتك بالاطلاع عليه، أو حضرتك لو دخلت على موقع أي ناشر أو عملت على جوجل سيرش خاص بكروس مارك بوليسي هتظهر لك مجموعة من الروابط ممكن تطلع عليها وتقوم بعمل النسخة الخاصة بيك في 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 مؤسستك سواء باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية. شكرا جزيلا دكتور حياة. لو حضرتك دكتور عمر، لو حضرتك أرسلت النسخة لقواعد البيانات العالمية وفيها زر الخاص بكروس مارك، وأنا بقرأ هذه النسخة من على موقع ووب اوف ساينس مثلا، وقمت بعد ذلك بعمل تحديث، عند الضغط على زر الكروس مارك المفروض هيظهر أن هذه ليست آخر نسخة، وهيديني الرابط الدي او اي الخاص بآخر نسخة. تمام، بس أهم شيء يكون النسخة التي تقوم بإيداعها في مواقع النشر العالمية تكون تحتوي على زر كروس مارك. طبعا الأخ بول بعت crossref.org/education/crossmark/crossmark-policy-page، ممكن تضغطوا على هذا الرابط، هذا اللينك يحتوي على بعض المعلومات اللي بتشرح بعض التفاصيل الخاصة أو الإكزامبلز الخاصة، الأمثلة الخاصة بكروس مارك بوليسي. لا يوجد صورة دكتور سعد، لأن احنا خلصنا الويبينار انتهى، بإذن الله يتم مشاركة ريكوردينج لهذا الويبينار. لو عند حضرتك أي استفسار بخصوص الخدمة تحت أمرك اتفضل اكتبه في الشات بوكس. هو حضرتك دكتور مجتبى عند التحديث وقيام برفع نسخة بي دي اف جديدة، بنطلب من حضرتك أن أنت تقوم بتحديث بيانات كروس مارك الخاصة بهذا البي دي اف، يعني حضرتك تقوم بإيداع بيانات كروس مارك الجديدة، حضرتك بترفق فيها تاريخ النشر الجديد للملف الذي تم تعديله، بالإضافة إلى المعرفات الإلكترونية الخاصة بالملف الجديد الذي تم إيداعه. إحنا ما زال معنا بعض الوقت. دايما الببلشر الخاص او الناشر المالك للدوريه دكتور حياه هو الشخص المنوط به القيام بعمليه الابديت، او الاديتور ان شيف او المانجنج اديتور في حال الدوريه مستقله، لو هي كانت دوريه واحده فهو بيكون الشخص المسؤول عن تحديد هذا ميجور كوركشن او ميجور ريتراكشن مثلا هيحصل لهذه الارتكل، فمطلوب ان احنا نقوم بعمليه استبعاد للبحث المنشور، فده بيكون من سلطه الناشر او رئيس التحرير الخاص بدوريه.
دكتور سعد، الإيميلات التي قمتم أنها تستفاد الموجود مع جزيل السلايدز والريكوردينج الخاص بالويبينار، فانيسا من فريق كورسريف هتقوم بإرسال إيميل. لو حضرتك محتاج سيرتيفيكت فالأخت فانيسا أيضا هتقوم، ممكن تبعت إيميل للأخت فانيسا وهي بتشارك معاك السيرتيفيكت على الإيميل الخاص بيها، وتكتب بس أنت حضرتك محتاج سيرتيفيكت. في دكتور محمد لطفى، في موجود على موقع كروسريف فيديوهات مصغره توضيحيه عن كيفيه استخدام او شرح مبسط لهذه الخدمه، بس ممكن فعلا نتكلم هل في توتوريال. فانيسا، there is a question, is any possibility to have a tutorial or sample video for creating cross market account? Yes, we do need to have a more step-by-step tutorial because people have asked this question before. We don't have it just yet, but hopefully okay. In the future we will. I'm also going to put a link to just the Crossref website where we have a Crossmark guide that has a bit more of a step-by-step information okay. in English, but I'll share the link. دكتور حياة بتسأل كدورها كليبراريان إزاي في عملية الأبديت. لو حضرتك بتمانجي مجموعة من الدوريات مرتبطة بالمؤسسة الخاصة بيكي، ووجدتي مثلا إن في ريتراكشن حصل أو في ميجر أبديت حصل لمقالة معينة أو لبحث منشور، مطلوب من حضرتك تطلبي إن يتم نشر نسخة تانية، النسخة المحسنة. ما يتمش إزالة الملف البي دي إف القديم ورفع ملف بي دي إف جديد، لا، يتم نشر او اعاده نشر المقاله المحسنه او المعدله بالبي دي اف الجديد ونسخه الاتش تي ام ال الجديده، ويتم الصاق الزر الخاص بكروس مارك بوتون للملفات الجديده. الاخت فانيسا رفعت معلومات، للاسف ما فيش فيديو حاليا متاح توتوريال فيديو، بس في لينك او في رابط هي حطيته فيه معلومات مفصله ازاي تبدا باستخدام كروس مارك فروم سكراتش او من الصفر، crossref.org/get-started/crossmark. هذا الرابط يحتوي على معلومات مفصله عن خدمه كروس مارك من البدايه حتى النهايه. يعني اظن دي افضل من الاشياء اللي المؤسسه تاخدها في الاعتبار في الفتره القادمه، بدايه عمل توتوريالز فيديوز بكل اللغات، لانها بتكون افضل واسهل في عمليه فهم الخدمات. لو عند حضراتكم اي استفسارات اخرى، ما زال معانا مثلا ممكن دقيقتين او حاجه. إذا تم سحب، الدكتور مجتبى بيسأل إذا تم سحب المقالة من قبل الباحث إذا يجب حذف البي دي اف، إذا أين يتم؟ لا، هو في حالة سحب المقالة قبل النشر ده بيعتمد على سياسة الناشر، ده ما فيش أي مشاكل، بس في حالة نشر البحث على الموقع لا يجوز سحبه، يتم إظهار نسخة جديدة من هذا البحث ويتم مثلا كتب ملاحظة أو ريتراكشن عن سبب الحذف. وحتى في عمليه الحذف لا يتم سحب ملفات البي دي اف بعد نشرها، لان بتكون اوريدي تم ايداعها في محركات البحث، حتى لو هذه الدوريه غير متضمنه في مجلات في ملفات البحث العملي او محركات البحث العالميه، بس في مثلا جوجل سكولر بيندكس او بيقوم بايداع كل الابحاث المنشوره فيه فتكون موجوده هناك. ففكره السحب مختلفه عن الحذف بعد النشر. يعني دايما بننصح بالتزام اخلاقيات النشر العلمي في هذا الشق. في مؤسسة الخاصة بأخلاقيات النشر العلمي أو كوب، Committee on Publication Ethics، بننصح حضراتكم بالاطلاع على الموارد الخاصة بي أو resources الخاصة بي. هل هناك، دكتور عمر بيسأل هل هناك محاضرات جديدة في الأيام القادمة؟ إن شاء الله دايما إحنا أوريدي عملنا مع كروسريف سيفرال ويبينارز إن ذا باست، وإن شاء الله مجموعة من الحلقات النقاشية في الماضي، وبإذن الله مستمرين في التخطيط لحلقات نقاشية في الأيام المقبلة. لو في موضوعات معينة دكتور عمر حضرتك حابب تركز عليها ممكن تكتبها دلوقتي.
الأخت فانيسا برضو بعتها لستة اللي احنا اتكلمنا عليها الـ important updates أو registering updates اللي انت ممكن تحتاج كناشر ان انت تبدأ تستخدمها. امتى تقدر تقوم بعملية الابديت أو التحديث في المحتوى الخاص بيك؟ برامج دكتور عمار، برامج الاستدلال، حضرتك تقصد cross-reference similarity check اللي هو فحص التشابه، والبرنامج الخاص بكشف السرقات الأدبية، حضرتك تقدر محتاج تفاصيل عن هذا البرنامج؟ تمام. يعني إن شاء الله في المستقبل القريب نتطرق لهذا الموضوع. Yes, Vanessa, just Dr. Ammar Farhan was suggesting that maybe the next webinar we can talk about the cross-ref similarity check. Okay. Yes, it's good to talk about, I think, either that one or content registration, but we will do both webinars in the coming months. Okay, Dr. Muhammad Latfa, if it's possible, we need more webinars on how to solve conflict on DOIs. Okay, tamam, inshallah. دكتور مجتبى ان شاء الله في المحاضرات القادمه هنركز على الكونفليكت وازاي نقدر نعالجه. تمام. الاخت فانيسا بتقول ان احنا ان شاء الله هيكون عندنا ويبينارز او حلقات نقاش باللغه العربيه في المستقبل، هنتكلم فيها عن خدمات تسجيل المحتوى والريجستريشن كونتنت، بس لم يتم تحديد التاريخ الخاص بها بعد. ان شاء الله هيكون في اناونسمنت او اعلان لما يتم تحديد الديت الخاص بالويبينار من قبل المؤسسه. لو في اي مواضيع معينه يبقى دلوقتي بنتكلم عن تسجيل المحتوى والكونفليكت والكروس ريف سيميلاريتي تشيك. يعني لو في اي اسئله معانا حوالي اربع دقائق اخرى، لو عندكم اي اسئله او استفسارات يا ريت حضرتكم تكتبوها في الشات بوكس بخصوص كروس مارك وبخصوص اي خدمه بتقدمها المؤسسه، وشاكرين جزيلا للتفاعل لو في اي استفسار اخر. شكرا جزيلا دكتور محمد لطفى، شكرا جزيلا لحضرتك، وان شاء الله دايما تكون مستمر معنا في كل حلقات النقاش، وبرجح لحضرتك ترجع برضو تسمع التسجيلات اللي احنا عملناها قبل كده. شكرا جزيلا. لو في اي اسئله او استفسارات اخرى، والا ممكن خلاص يعني ننهي الويبينار هنا وحلقه النقاش دي، وان شاء الله هنكون مستمرين ونوعدكم ان شاء الله يكون في حلقات نقاشيه اخرى في المستقبل القريب. طيب اوكي تمام، واضح ان ما فيش اي اسئله ثانيه. شكرا دكتور بسيمه، شكرا جزيلا لحضراتكم. سو في النهايه يعني بحب اشكركم جميعا على التفاعل، اتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا بحلقه النقاش الخاصه بكروس مارك اللي قدمناها اليوم بالتعاون مع كروس ريف، وباذن الله تكون في حلقات نقاش قادمه قريبا باللغه العربيه باذن الله. شكرا جزيلا. Many thanks to you Vanessa and to Paul also for your support. Thank you very much, Mohammed, and thank you for everyone for attending. Yeah, thank you very much. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. I will close the webinar now. Okay, bye-bye.